خط الحسين الذي يمثله أهل البيت، خط الحسين الذي جسدته أولا زينب. عصر العاشر استشهد الإمام الحسين، حملت الراية زينب. ماذا فعلت؟ نعم بكت في الخيمة، لكن لم تبكي أمام الأعداء، لم تبكي أمام الأعداء. كانت عزيزة كريمة شجاعة ناطقة بالحق. هذه التي تقول لطاغوت زمانها يزيد فكت كيدك، هاي تبكي قدام الأعداء. نعم بكت في الخيمة لأنها عاطفة، ونبكي في الخيمة، نبكي في الغرف، ولكن ليكن بكاؤنا في الخارج بكاء تحدي وطلب الثار.